بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة مكة سمارت الاستثمارية بمصر للتدريب، وهي شمس مصر للتدريب، أن تقدم هذا الكورس لدعم قناة على التليجرام وهي قناة عامة اسمها قناة أو صوت العرب من غزة. طبعا في مسافة على السطر اللي هي أندرسكور بين كل كلمة، صوت مسافة، العرب مسافة، من مسافة، غزة مسافة، غزة. فهذا الكورس ليحضره، هناك محاضرات فيحضره بالمجان كل الناس. طبعا العدد ممكن 200 لإعطاء الفرصة لتسجيل 20. يعني بعد 200، فكيف تخطط لامتلاك شقة؟ تتدرب على كورس إدارة CCOC. هذا الكورس CCOC مدته 8 ساعات أكاديمية، تفصيل الساعات 8 ساعات أسبوعية، ستكون 4 أيام في الأسبوع، بث مباشر، أي محاضرات. فثمانية أسابيع محاضرات. طبعا الأربع أيام تبدأ الجمعة والسبت والاثنين والأربعاء، يعني الأحد إجازة. فثمانية ساعات أسبوعية محاضرات، والمدة الكاملة 10 أسابيع، هناك أسبوعين مشروع تخرج. طبعا الثمانية ساعات حضورها مجانا، لكن أسبوعين مشروع التخرج، يعني كل 8 ساعات، كل 8 أسابيع تنتهي المحاضرات وتوقف لمدة أسبوعين بعدين تبدأ. طبعا سيبدأ قريبا إن شاء الله، يعني ممكن في الأسبوع القادم أو الجمعة القادمة. لجنة التقييم، هناك لجنة تقييم مكونة من مستر شيكو إكسبات إنجينير. إكسبات هنا يعني مستقدم، خبير يعني. مستر أنا ANA شيف إنجينير حاصل على MBA. بعدين في اللجنة بوت إنفسترز من شخصين إلى 4 أشخاص. بوت إلى باي أون أوبريت ترانسفير للشقة اللي سيمتلكها الفائز. نتمنى أنه يكون، طبعا هو اختيار 20، حنختار شورت ليستد 5، فنتمنى يفوزوا 5 إن شاء الله بعد 10 أسابيع
في التقييم. فالانفسترز هذول سيلكتد هيد هانتد، يعني مثلا العشرين اقترحوا انفسترز في مشروعهم، في 20 مشروع نختار 2 إلى 4 أشخاص. فاللجنة تتكون إما من عدد 4 لجنة التقييم أو 6. أرجو من الجميع المشاركة. وطبعا 20 نحن نحتاجها من 5 مدن أو من 4 مدن. المدن ممكن غزة، القاهرة، الإسكندرية، جدة، الرياض. طبعا مدن بعيدة ممكن يشترك الناس فيها، لكن ما أعتقد المشاريع تفوز، ولكن نترك الأمر إلى المحاضرات لأنه هي فرص، يعني أي مشروع عشان ينجح تكون فيه فرص متاحة. طبعا جدة المدينة المنورة أو المدن اللي نحن شايفين فيها الفرص هي القاهرة وغزة وأيضا المدينة المنورة، يعني هذه شايفين فيها الفرص كبيرة جدا، وممكن الإسكندرية، وهذا ليس للحصر توقعات. شكراً.